السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة يوميات مربي أرانب. النهاردة عايز أوريكم أرنبة بعض الناس من الأصدقاء اللي جولي، وناس كتير عندهم أرنب بيبقى زي كده برضو وبيقولوا عليها أرنبة شرسة. لا، مش مفيش حاجة اسمها أرنبة شرسة، هو أي حيوان بيخاف شوية إن حد يقرب له، فبيدافع عن نفسه شوية، تحس إن هي حاسة إن هي زي بتاعة الأرنب البرية شوية. بص يعني بص عاملة إزاي، شايفين هي هادية، بس حاول بقى حاول حرك كده كده مرة واحدة، اسمع الصوت. شايفين بتهجم ازاي؟ شفتوا يعني انا اخبط لها بس بايدي اهي. وعلى فكرة الارنبة دي عشار، تمام؟ وعايز اعرف الناس اللي بيقول لك ارنبه زي كده تبقى خطر وبتبقى تاكل عيالها وتاكل خلفتها. لا، ان شاء الله الارنبه دي هوريكم خلفتها باذن الله. ولو ارنبه زي كده واول مره تتجوز، زي ما بيقولوا عليها بكريه، اول مره تتجوز وخلفتها ماتت منها او ما عرفتش تولد كويس والكلام ده، ما نخافش منها خالص. اول ولده دي يعتبر في اي انتاج، اول خلفه في اي انتاج يعتبر احتسبها ان هي اكنها ما اتجوزتش، اكنها مش هتخلف، لانها اول مره ليها، اول واحده اول مره تخلف، فما بتعرفش ان هي تولد ازاي او تهتم بخلفتها ازاي. فتاني مره لما خلفتها بتموت بتبقى حزينه، لان الدرع بتاعها فيها لبن، فبتبقى درع بيعملها اللبن اللي في الدرع بيعملها مغص، فبتقول يعني زي كانها بتحزن ان خلفتها ماتت. زي ما انتم شايفينها، يا زي ما انتم شايفينها نصه منظر ما يعمل كده في السوق بتهجم. هي عارفه ان انا مش اذيها، هي عارفه انا واخده ريحتي، عارفه الريحه بتاعتي، يعني زي ما انتم شايفين بصوا ايدي اهي. بس هنا على الاضاءه بس شويه، بتعمل صوت هي زي صوت كده زي بقها كده غريب شوية. عايز اقرب لكم شوية، اسمعوا الصوت. ثانية واحدة بس ارفع البيت ده على الباب، مش عايز اضربها. سمعت الصوت؟ هي أي أرنب بيعمل كده، يعني بيعمل الصوت ده.